شوف نظام جزائري اش خلق، شوف نظام جزائري خلى الشعب المغربي كيتمنى انغولا تربح الجزائر. من بعد ما كانوا المغاربه ديما يشجعوا الجزائريه، وشوف الجزائر شي كنتو تقلبوا عليه. هاد الدقائق الاخرى وعد واحد الجيريا مع انغولا. شوفوا انتبهوا المحاوله الاخرى. كوفرة تاع المنتخب الجزائري، تخيل معايا جات كوفرة وكيقولوا الناس تفو علاش جات كوفرة للجزائر. وسبحان الله العظيم، يعني النظام الجزائري شو خلق، شو العداوات اللي خلق، وشو الحقد اللي خلق، علما بأن المغاربة حيت كاملة كانوا مسالمين مع ليزالجيريان، كانوا طيبين مع ليزالجيريان، ولكن هذا ما جنته السياسة الجزائرية على الشعب الجزائري. غنتبعو معكم الدقيقة الأخيرة في الماتش، غنتبعو معكم الدقيقة الأخيرة في الماتش. هذه كوفرة، كوفرة تاع ليزالجيريان، كوفرة بحال تاع محرز، غنشوفو واش غادي يوقع فيها. هاي الكوفرة دابا، راه شوف واش غادي يوقع في هاد الكوفرة هادي، بحال تاع محرز مع نيجيريا في كأس إفريقيا 2019، علما بان كأس إفريقيا المغاربة كلهم كانوا كيشجعوا ليزالجيريا، ومنهم أنا. مونديال 2010 شجعنا الألجيري، مونديال 2014 شجعنا الألجيري، ولكن في السنوات الأخيرة السياسة الجزائرية تصنع العداء. هو الجزائري كيدعي للاسف، شوف الجزائري راه بحالنا راه خوتنا، ولكن للاسف هادشي اللي خلق، هادشي اللي خلقاته السياسه. كوبرا كلشي مقوص، كلشي مقوص، كلشي منقص. والله حتى المغاربه عجيب، والله العظيم عجيب. كنظن واقع لي سنه الماتش، كنظن باقي سنة الماتش، باقي كورنير، كورنير تاع الجزائر. غنتبعو معاكم كاملين الكورنير، شوفو كي غيدوز. باااااس تفار رجال كبار، كلشي كيشجع انغولا. ليزالجيريان ولكن كيسيفي العربيق، مباراة تنتهي التعادل وسط فرحة مغربية للأسف. هذا ما جنته على الشعب الجزائري للأسف، هذا ما جنته السياسة. يلا فرصة سعيدة خوتي.